السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا أحباب؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير، وفيديو سريع وعلى عجل وإجابة على أحد الاستفسارات. هل يمكن عمل تأثير شرائح الفواكه أو شرائح الرأس كما تسمى كشبيهة بالأدوبي إلستريتور وأدوبي فوتوشوب ضمن برنامج الباوربوينت؟ فحتما راح أجيب على هذا السؤال ضمن لقاء بسيط، ونتعلم من خلاله كيفية جعل أو تصميم أو إنشاء تأثير شرائح الرأس في برنامج باوربوينت. تكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل اشتراك إذا كنت ضيف جديد على القناة، ويلا مع بعض لحتى نبدأ بلقاء متميز وسريع لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بكم أصدقائي مرة تانية في برنامج مايكروسوفت باوربوينت، ولقاءنا اليوم سريع وبسيط عن كيفية تصميم شرائح الرأس في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. طبعا للاستعانة بأحد المواقع، موقع الفيبيك، لما تفوت عليه راح أترك رابط الموقع في صندوق الوصف، ونكتب بحقل البحث بيبول يعطيني العديد من الصوريات ممكن تستهل من أحد هذه الأفكار وتشتغل عليها. وأيضا إذا كنت محتاج أرضيات فتكتب في خانة البحث باك جراوند، يعطيك تأثيرات جميلة جدا جدا يمكن استخدام كخلفيات للتصاميم. نتوجه الآن إلى برنامج الباوربوينت، وبناخد شريحة فارغة ونتوجه إلى إدراج أو إنسيرت بيكتشر أو صورة من هذا الجهاز، ومنحدد الصورة المراد للعمل عليها وأنكر على مفتاح الإنسيرت. بتوجه إلى قائمة الفورمات اللي هي التنسيق، وأنا محدد على الصورة وأنكر على ريموف باك جراوند أي إزالة الخلفية. راح أخذ إشارة الزائد البلس لحتى أنا أرجع أحدد على الأماكن من الصورة المراد إبقاء أو إظهارها بالصورة، تمام بهذا الشكل. وبختار أداة الناقص طبعا لحتى أنا أحدد المناطق بالصورة اللي أنا ماني محتاجة، مثل ما أنا شايفين بالضبط يا أصدقاء أنا محتاج فقط منطقة الرأس. أنكر على مفتاح الصح لتطبيق التغيرات وأبقي فقط الآن على هذه النتيجة. بإمكانك تنكر على مفتاح جروب لحتى نحن نقص كل المساحات الزائدة يلي أنا ماني محتاجة بالصورة بهذا الشكل يا أصدقاء. تمام، أنقل بأي مكان لحتى تضل معي الصورة بهذا الشكل بالضبط. خلنا ناخذ شوية مساحة تكبير ونبدأ بالعمل على بركة الله. رح نتوجه إلى insert يلي هي إدراج، ومن shapes يلي هي أشكال، وبناخذ الشكل البيضاوي. بنقر مع السحب لحتى أرسم مساحة اللي يكون مثلا بهذا الشكل، عفوا يكون معي بهذا الشكل. أحدد بداية الصورة، خلني أخذ التوسيط، تمام، أحدد بداية الصورة، أضغط مفتاح الشيفت وبحدد الشكل اللي هو الشكل البيضاوي. بتوجه إلى فورمات، ومن دمج الأشكال بنختار ترزيع. شو بنختار؟ ترزيع. الآن بيكون حصلت على هذه القطعة، وعندي هذه القطعة راح أقوم الآن بإزالتها، ما ضل فيها أي احتياج، وعندي المنطقة التالية من الرأس. برجع بنفس الطريقة، بتوجه إلى insert shapes، نختار شكل بيضاوي وبنقر مع السحب لحتى أرسم شكل بيضاوي آخر ويكون معي مثلا بهذا المكان. أحدد الصورة، أضغط مفتاح الشيفت وبحدد الشكل، ونفس المبدأ من فورمات بنختار من دمج الأشكال بنختار ترزيع. طبعا هو رجع أعطاني أجزاء علوية أنا ماني محتاجة الآن، وعندي هذا الجزء تماما يلي أنا محتاجه. الجزء ما تبقى من الصورة برجع بسحبه على طرف، وبين insert shapes شكل بيضاوي كمان برجع بنكر مع السحب وبحدد لحتى أرسم، واللي يكون عندي مثلا هذه المنطقة راح أغطيها بهذا الشكل. بحدد الصورة، أضغط shift وبحدد الشكل، ونفس الطريقة من فورمات دمج الأشكال مختار ترزيع. الجزء العلوي أعطاني إضافي بقوم بإزالته، وعندي هذا الجزء بسحبه إلى هذا المكان. الآن ما تبقى كمان نفس الطريقة من insert shapes، وبنختار شكل بيضاوي وبحدد على الجزء اللي أنا محتاجه واللي يكون عندي مثلا، خلي يكون مثلا بهذا المكان تماما. أحدد الصورة، أضغط شيفت وبحدد الشكل، ومن فورمات من دمج الأشكال بختار ترزيع. الأجزاء الزائدة بقوم بإزالتها، وصفى عندي الآن فقط هذا الجزء يا أصدقاء. تمام، الآن نحن الخطوة الأولى قمنا بتجزئة الصورة على هذا الشكل. راح أخذ الجزء الأسفل أو الجزء الأول، بتوجه إلى insert، أيضا برجع بختار الشكل البيضاوي وبنكر مع السحب لحتى أرسم شكل بيضاوي. خلني أكبر شوي لحتى نحن نطابق الأشكال بشكل جميل، أو الشكل مع الصورة بشكل جميل نوعا ما، يعني يسد لنا الاحتياجات ويكون شبيه للواقعية أو لخيالنا اللي عم نحاول نحن نشتغل عليه. خلني أعطي أول شيء بدون خط رسم، ونختار أي لون للتعبئة وليكن هذا اللون، وبعطي send back أو أرسل للخلف لحتى يكون الصورة هي بالمقدمة. فلو صغرنا شوي راح يكون معي الآن هذا الجزء.
فبحدد الصورة مع الشكل وبختار كنترول زائد جي من الكيبورد أو أنقر باليمين وبختار جروب أو تجميع. تمام، أصبح عندي شكل واحد. تمام، الآن خلني أختار من إنسيرت شكل بيضاوي وأنقر مع السحب أرسم شكل بيضاوي صغير. تمام، لحتى أقوم برسم الظل. بختار الألو بدون خط رسم، أنقر باليمين وبتوجه إلى فورمات شيب أي تنسيق الشكل، وبختار جريديانت فيل أي تعبئة متدرجة، ومن النوع أنا بختار باث أي مسار، وبختار اللون الأول الأسود واللون الثاني يكون عندي من اللون الخلفية، وأنا معتمد الآن هو اللون الأبيض، واللون الأبيض بجعله شفاف بنسبة 100% لحتى أنا أخذ موضوع الظل. إذا حبيت تخفف شوي من اللون الأسود لا بأس بالموضوع. طيب، رح نأخذ مساحة بهذا الشكل. نصغرها حتى إضافية ونضع بهذا المكان. طبعا إذا حبينا يكون في عندي التفافات للصوريات، خلني أختار جزء هاد لهون. تمام، ومن فورمات نعطي نحن إحضار إلى المقدمة، عفوا إحضار إلى المقدمة بهذا الشكل لحتى الظل يكون واضح معنا وباين معنا. إذا حبيت تعمل شوية ميول الأمر يزداد جمالية في تأثير الصورة. تمام، فقط موضوع الظل لربما أحركه للأمام شوي لحتى يضح معنا منطقة العزل يا أصدقاء. تمام، بهذا الشكل. طيب، لحد الآن كلام جميل للغاية. نرجع نتوجه إلى Insert اللي هي أدراج، ومن أشكال بنختار الشكل البيضاوي وبنقر مع السحب وأرسم شكل بيضاوي. بعطي شوية التفاف لأن الصورة نحن قمنا أيضا بلفة. تمام، بنوسع لهون شوي ولهون شوي. تمام، إذا كانت كبرت معانا زيادة نرجع نختار بلا خط رسم، ونختار لون آخر واللي يكون معي هذا اللون، وبختار Send to Back يكون عندي خلف الصورة. تمام، تكون معي خلف الصورة مثل ما أنا شايفين بالضبط يا أصدقاء. يبدو فقط أنه في عندي أنا مساحات زائدة لألها. برجع بحدد التنتين وبختار Ctrl زائد G ونعمل منها جروب. عندي الطبقة الخاصة بالظل بختار Ctrl زائد D أي Duplicate نسخة تانية تكرار منها، منوسعها شوي لحتى أنا استعين بها كظل لي بهذه المنطقة. نعمل شوية التفاف. تمام، وربما نزيد المساحة السوداء شوي أو اللون الأسود بعض الشيء. تمام، طيب، وحتى يزداد الموضوع الجمالية بجي بختار اللون الثاني بدل الأبيض، نختار من اللون هذا نفسه وبجعل شافية بنسبة 100% لحتى يضح معاي الظل فقط لا غير، وما يكون عندي تداخل للون الأبيض مع اللون البرتقالي أو البني أيا يكن. نختار الجزء الثاني الموجود وبنعطي نحن إحضار إلى المقدمة، عفوا هذه إحضار إلى المقدمة. تمام، أيضا إذا حبيت أعطيه شوية التفاف عكسي يكون معاي بهذا الشكل، لكن شيء بسيط التفاف عكسي. وعندي الظل أيضا إذا حركناه لهذا المكان يعطي جمالية أكثر بكثير. تمام يا أصدقاء، لحد الآن الموضوع ولا أجمل من هيك. بنفس الطريقة إذا حبيت يعني مو إذا حبيت رح نستكمل بنفس الموضوع، بتوجه إلى Insert ومتوجه إلى Shapes اللي هي الأشكال، وبنختار الشكل البيضاوي. نفس المبدأ بعطي التفاف لليسار بحيز بسيط بحدد عليه، وبنختار إرسال إلى الخلف لحتى يكون معاي خلف الصورة بالضبط، وبنختار لون تعبئة آخر خلي يكون عندي مثلا وليكن بهذا اللون. برجع بنفس الطريقة بعمل Duplicate للظل نسحبه لهون، وبخلي التفافه عكسي مع تقريبا التفاف الدائرة اللي عندي أو الشكل البيضاوي اللي عندي هون، وبرجع فقط أني أنا بغير اللون بختار من نفس لون التعبئة وبختار له شفاف بنسبة 100% لحتى يضل عندي فقط اللون الأسود يا أصدقاء. خلنا نصغر شوي. تمام، ويكون معاي بهذا الشكل. طيب، الآن ما تبقى من صورة بسحبها لهون أو الجزء ما قبل الأخير، بعطيه كمان أحضار إلى المقدمة. تمام، وبنعطي شوية التفاف بسيط فقط لا غير يكون معاي بهذا الشكل. تمام، كمان نتوجه إلى Insert، نتوجه إلى Shapes، وبناخد شكل البيضاوي وبنقر مع السحب، بعطي شوية التفاف بسيط بما يتناسب مع التفاف الصورة اللي نحن أخذناها. تمام، بسحب على هذه المنطقة وبنوسع لهون شوي وكمان بننزلها شوي. الأمر ولا أجمل تماما من هيك، وليكن شوية التفاف. تمام، رح نختار بدون خط رسم وبنختار تعبئة أول يكون معاي بهذا اللون، ورح نزيد بالكثافة اللونية شوي. بنزيد شوي بالكثافة اللونية. تمام، كمان نعطي إرسال إلى الخلف ليكون خلف الصورة. بإمكانك تحدد تنتين، نختار Ctrl زائد G ما عندي مشكلة، وبختار Duplicate أو نسخة تانية من الظل. نفس الطريقة رح نصغر الآن شوي وبنعطي التفاف يكون معاي الظل
بهذا المكان يا أصدقاء. تمام، إذا حبيت توسع اللون الأسود شوي فلا بأس في الموضوع لحتى يبرز معاك بشكل جميل. بناخذ الجزء المتبقي الآن من الصورة ومن فورمات بنعطيه إحضار إلى المقدمة ليكون في مقدمة الصورة تماما، بنضبطها بهذا المكان. إذا حبيت تعمل شوية التفاف لحتى يكون بارز معاك بشكل جميل جدا جدا. بيكون احنا الآن قمنا بتقطيع أو قدمنا عملية شرائح الرأس بطريقة جدا جميلة. بنختار كنترول زائد جي، بإمكاننا نكبر ونصغر ونختار المكان اللي بيناسبنا إلى موضوع مكان الشريحة. موضوع التزيين الخلفية، سواء إذا حبيت تاخد خلفية جاهزة أو بنختار جريديانت مباشرة، أي تعبئة جاهزة من هون. خلينا نختار دائري، هذا هو دائري، وخلني اختار يكون عندي من المنتصف، ونختار احد الانماط الجاهزة وليكن عندي هذا النمط تمام بهذا الشكل، وبنختار يكون عندي مثلا من المنتصف اللون الابيض تمام حتى ناخذ هذا التدرج تمام، نسحبه لهون. هلا بالاخير رح نعمل ظل فقط لا غير، بنختار نفس الطريقة شكل بيضاوي تمام بدون خط رسم والتعبئة متدرجة، وبنختار النوع يكون عندي باث او مسار، وبناخذ اللون الداخلي يكون عندي اللون الاسود، واللون الخارجي يكون عندي من اللون القريب في مكان الظل، فخلني احدد وليكن هذه المنطقه تمام، وبجعله شفاف بنسبه 100%. نسحبها على المكان ومكبر يمين ويسار شوي، نضع بهذا المكان امر شبيه بالظل. ولما رح نشغل شريحتنا رح يكون معي التأثير بهيدي الجمالية. كثير من الافكار ممكن نقدمها بشيء جميل، سواء كانت فواكه او شرائح الرأس المتعارف عليها، وبدون الاستعانة باي مهارات اضافية مثل برنامج الفوتوشوب او ما شابه ذلك. يمكن برنامج الباوربوينت ببساطة وبقلة امكانيات يقدم لي ميزة نضيف الطابع الاثارة على الصورة لحتى نجذب فيها الانتباه لجمهورنا ولأي متلقي لهذه العروض، ونوصل أفكارنا ونسوق لأفكارنا بأفضل طريقة إبداعية تليق بالمحاضر اللي هو حضرتك ويليق أيضا بجمهورك. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم شيء جميل والنافع واللائق فيكم، فتكرما ما تنسوني من التفاعل والدعم، ترزوا عني كل خير إن شاء الله، وألقاكم على خير، دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.